مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. موضوع عدد كبير من المغاربة تبعوه، عانوا فيه المغاربة بشكل كبير، موضوع العقار. نعلم جيدا أنه موضوع العقار بين مد وجزر، دور الرقابة، من يتحمل مسؤولية الإشكاليات التي يقعوا المغاربة في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، مؤخرا كنشوفوا ملف شائك، احتلاسات أكثر من 90 مليار، إشكالية كبرى. معايا اليوم الأخ عبد اللطيف اللي عانى في الموضوع. عبد اللطيف له عنوان وفيه نوع من الغرابة. عبد اللطيف شرب قهوة كحلة ب 30 مليون، كيفاش تبعوا معايا؟ عبد اللطيف إذا كان ممكن تروي معايا القصة ديال هاد الإشكاليات اللي أنت كتعيشها مع الناس، ضحية العقار، الشق الإنساني، كاين اللي توفى، كاين المآسي في هاد الناس، والملف الآن بيد القضاء. أعتقد بأنه على وشك انتهاء من الملف. كيفاش هاد القصة وهاد الاختلاسات وانت ضحية من هذيك القهوة اللي شربتي ب 30 مليون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيعرفوا الناس كلهم ان القضية ديال باب دارنا هذا ماشي ملف، انا قضية وقضية رأي عام. القضية اللي فيها اكثر من 800 ضحية، وفيهم من جميع فئات المجتمع المغربي. وسميتو كما كتعرفوا القضية ديال باب دارنا، مشاو فيها بزاف الناس ضحية ديال النصاب. كما كنمشيو حنا ملي كنا غنمشيو نشريو، كنشوفو فيلا، كنا في شارع بنو سينا، وفيلا فيها الرايات، يعني هاد الفيلا هاديك ما غادي تحط شي روكاك. الناس اللي غيشريو، الاشهارات في قنوات عموميه بلا ما نذكر الاسم ديالها معروفه ياك. وكاين نوتير، هذا هو الجانب اللي بغيت نهضر عليه، انه واخا كاين نوتير الناس نصب عليهم. الطريقه باش شريت كما قال الناس، شافوا الاشهار في التلفازه، تلقاو قنوات عموميه وداكشي، واي واحد كيتعرف كيبغي ياخذ ليه سكن، سواء كان عنده سكن اوفيسيال ولا سكنك انواع الشرائح المغربيه. الناس الفلوس اللي كتحط اكثر ديال في الحياه ديالها ماشي هي الطوموبيل، ماشي هي السفر، ماشي هي الدار. بحال الناس بغاو يمشيو يتوكلوا على الله، يشوفوا شي دويره وداك الشيء. المهم كاينين الناس اللي تمايا، كاينين دي كوميرسيو كاينين الناس، كاين الناس اللي عندهم بحال لي سونتر دابيل ديال لي كوميرسيو. انا عيطوا لي باغ تليفون، انا شفت في السوشيال ميديا العنوان ديالهم قبل لا نشوف التلفازه، عيطت لهم في لو 4 2019. من بعد كنا كنشوفوا في التلفازه قنوات عموميه، حتى هما كيديروا الاشهارات ديال باب دارنا. يعني الناس يقولوا الاشهارات ديال باب دارنا ما يشكش، ولا بان الشركه هذه ولا شي حاجه نصابه، بعد الشركه ماشي وداديه، الناس في الراي العام حتى هو يكون عارف باب دارنا ماشي وداديه، شركه. المهم شفنا البلاصه اللي غناخذو، عندهم هما لي زابارتمون مويان ستاندينغ ولا لي زابارتمون ستاندينغ، وعندهم لي فيلا سومي فيني، وعندهم السكن الاقتصادي. انا خديت في لي زابارتمون. هاد لي زابارتمون كما كيديروا هما، كيقولوا لك كنسبق 30% افونس، 30% عامين من بعد ابخي لي زاشيفمون دي زوفر، و 40% كريدي غراتوي. المهم درنا الاجراءات الاولى، من بعد مشينا عند النوتير، قال لي زينا في جامعه محليه معروفه كاينه في 2 مارس. من بعد مده كنتفاجئوا بالقضيه ان السيد عنده نصب، هما كيعرفوا الناس كاملين. هنا عندي سؤال السي عبد اللطيف، بحكم المعلومات اللي كونت عليك انت بالضبط، انك رجل ديال التجاره ولك علاقات مع الشركات وملم بشكل كبير في من فضل العقار. اول حاجه انا بعدا مساله ثقه، ان المدير العام ديال المجموعه عندي معاه معرفة عن طريق دي كليون ديالي مدة 5 سنين، وانا كنشوفو 2 مرات في الشهر بوندون 5 عام. انا ملي شفت الكونترا فيه النوتير، هادي هي المهمة، بلا تسأل الثقة. الثقة اللي درني الاولى هي النوتير. انا الكونترا الا ما كانش فيه النوتير ما غاديش نسميتو، واخا بنادم كتعرفو لحقاش تعطي فلوس خدام عليهم، ماشي واحد كتعرفو صافي راه غتعطي فلوسك، لا، هاديك حاجة بوحدو. انا كنهضر لك على النوتير، والنوتير كما كتعرفوا الاستاذ راه محلف من طرف الدوله. كلمه موثق راه كما الناس كيعرفوا راه جايه من الثقه هو كيوثق العقود وداك الشيء. ملي كتمشي على النوتير صافي، راه ما كنبقاش نسول انا واش التيتر راه كاين في المحافظه ما كاينش. انا الا مشيت
خصني نشري وخصني نمشي نقلب على المحافظه وخصني نمشي نقلب على اللي شيتر ورد الارض واش مشريه ولا ما مشرياش. دونك يحيدوا لي نوطير ما كاين لاش يديرهم الناس، الناس يوليو يكتبوا بعضياتهم. من بعد النوطير انت المدير التجاري ديالهم فيت منك عرفتي عندك عليه معلومات مشيتي عنده شربتي معاه قهوه وتاكدتي اكثر. هذيك هي القهوه اللي ولات ب 30 مليون هو ولات ب 30 مليون. ملي كتلقى عاوتاني واحد كتعرفو شي هو مدير عام ديال المجموعه، ماكش عارفو مدير عام ديال المجموعه و حتى هو ما كانش كيسحبني واش انا اللي غادي ناخذ. انا جيت انا كنسول انا واحد الصديق ديالي هو باغي ياخذ وانا كنقلب، منين شفتو هو بحال هكا قلت مساله ثقه وصافي راه كتعرفو. قال لي المساله راه فيها النوطير، مساله بحال باقي كاع الناس. ومشينا في الاجراءات اللي كاينه، انا مشينا عند النوطير خلصنا باغشيك، خلصنا باغشيك ولا تخصيبيليتي كاينه في البنكه و سميتو قال لي زينا في الجامعه ديال دو مارس. يعني انت الثقه ما خلاتش لك واحد المجال اخر انت مولين به، هو البحث على الارض، شوف التيتر ديال الارض واش الامور غاده في الاطار القانوني ديالها. يعني ديك الثقه قلتي هذا ما يمكنش من تما، ما يمكنش لحقاش. من غير نقولوا واحد يقدر يغلط، لي كوميرسيو يغلطوا ولا شي واحد يغلط. انا مدير المجموعه ما شفتوش، انا تعامل ديريكتومون مع مدير المجموعه، يعني البي دي جي ديال المجموعه ما شفتوش في الاول. ولكن ملي كنقول لك النوطير ومشينا بلاصه ديال النوطير ما كيجيش يتحط، راه عنده البلاصه فيه كيكون عنده الرخصه، حتى ديك البلاصه الشركه اللي دايرين فيها هما راه تكون عندها رخصه. حيت ما يمكنش غدير فيلا اون بلان بولفارد بنو سينا وما تكونش عندك رخصه. من بعد اكتشفتوا بانه الامور صادمه، الناس 30 مليون كاين اللي مول 100 200 داكشي مزيان. هنا ملي بديتو كتشوف هاد الامور كيفاش بانت لك الصوره؟ بديتو كتبحثوا شنو نوعيه النصب اللي لقيتو باستثناء النقط اللي عطيتيني ديال الاشهار، ديال عندهم شركه كبيره، يعني كما كنقولوا داكشي ديال العين، العين عماد الحقيقه. ولكن ملي دخلتوا نتوما في الحيتيات كيفاش لقيتوا هالذكاء اللي وظف صاحب هذا العقار بهذه الطريقه اللي خدا هاد الملايين وزاد كمل طابلي بونك حتى هو؟ واخا نكملك افسد بعد الاشارات ملي كيداروا في التلفازه، راه اي حاجه كدار في التلفازه الناس كيتوقفوا فيها. ملي كيديروا اشارات ديال الوقايه ديال الناس كيتيقوا، ملي كيديروا الاشارات ديال حوادث السير الناس كيتيقوا، ملي جا كوفيد كيقول لك الاشارات ديال الفاكسان كدير الفاكسان. كاينه افسد ولا ما كاينش؟ يعني راه قناه عموميه، الناس راه كيشوفوا قناه عموميه. شكون كانوا كاتبين على الاقل القنوات العموميه كون داروا الاشاره دازو وكتبوا سوسيتري نحن لسنا مسؤولين عن فحوى هذا الاشهار، حيدوا عليهم المسؤوليه. ونزيدكم في القضيه، واحد القضيه كانوا كيديروا في رمضان وقت الفطور، الناس راه كانوا كيفطروا عليهم وتسحروا عليهم، ماشي اشارات عاديين. الاشهار اللي كان كيدار راه سيدي سيتكوم وفيه في ممثلين مرموقين ديالهم هما. بالنسبه لي انا لا، انا نقول لك هكا، حيت على الاقل حتى الممثلين هادو عندهم مسؤوليه اخلاقيه. ترى هادشي وكلشي نورمالمون الا عقلها واحد فيهم يخرج بالتصريح، على الاقل واحد فيهم يخرج بالتصريح. والو ما كاينش، هما مع الغالبه. ملي اكتشفتوا الموضوع وبديتوا كتبحثوا شنو هي طريقه النصب اللي يقدر يدير هادشي كامل، شنو اللي لقيتوا؟ اللي لقينا اي واحد، شوفوا استاذ راه ملي اون فوا كتدخل شركه والسميه كتشوف الرايات كاينه في النقطه. السي عبد اللطيف شرحتيهم معايا، انا بغيت امور اخرى تتعلق بحث على الارض. موضوع النزاع، واش هذيك الارض شاريها صافيه بدون مشاكل ولا هي عندها الوراثه، ولا هو كينوض يبني فوق واحد الارض ماشي ديالو، هذوك الناس كينوضوا يدعيوه. نوعيه الاشكاليات الكبرى اللي قدرت توقف العقار، وهنا غادي يولي الطماطول. الناس غدو سنه سنتين ما خداتش، بدينا في الاطار القانوني، من هنا ولينا في امور اخرى اللي انت كتشوف لي معتقلين. اكثريه الناس من خداو في الكونترا اللي عندهم اين فوا فيها التيتر، النيميرو ديال التيتر والعنوان ديال الشقه ولا الفيلا اللي كيحجزوا عليها، وكدوز اترافيغ ان نوتير، راه صافي راه ما كيبقاش. راه الناس راه علاش كتعطي فلوس كيكون ان نوتير وتخلصوا باش تبقى مهني؟ ولكن هاد النوتير ديال المجموعه، حيت انا نيت من بغيت نعيط للمسؤول التجاري قلت ليه واش غنخلص هاد النوتير على الاتعاب ديالو، قال لي لا، هذا النوتير ديال المجموعه ديالنا، النوتير ديال المجموعه ديالنا. والناس منين لقاو التيتر، بحال دابا كنهضر على راسي انا، ملي لقيت التيتر والسميه ديال النوتير وقال لي زينا في الجامعه وداك الشيء، راه صافي راه ما بقى. وهذاك التيتر صحيح؟
لا ما كناش عارفين واش صحيح ولا مش. نقول لك من بعد شنو بان من بعد؟ من بعد من بعد من بعد لا من بعد جاو في السوشيال ميديا بداو الناس بانك يقولوا التماطر كاين في التماطر كاين في في في, في, في ماشي حتى التسليم. الناس ما كيلقاو حتى شي ارض ما تبنات. انا ملي جيت نشوف لقينا بزاف ديال لي بروجي عندهم وحتى واحد فيهم مبني. ومجيت نسول انا على الوقيته ديال امتى غتبني، حتى انا سولته انا ملي دفعت سولته امتى تبني. وهذا هو السؤال الاولاني اللي سولته عليه في كونطرا. قلت لي علاش ما كاتبينش امتى غادي تبداو البني وامتى غادي تسالي في كونطرا؟ هذا هو السؤال الاولاني. قال لي احنا غنبداو مور العيد الكبير، حيت مور العيد الكبير ديك الوقيته اللي كنت غندفع انا كان العيد الكبير، وكما كيعرفوا الناس كل شيء، الناس ديال في العيد الكبير الناس خدامه والبنايه كما كنقولوا كيجلسوا شهر، يعني كتحيد شهر منك. عطاني واحد المهله قال لي مور العيد الكبير غيبنوا. مور هذيك المهله ديال العيد الكبير ما بناش، مور الثاني شهر شهرين ما بناش. جيت عنده قلت له علاش ما بنيتوش؟ قال لي باقي كنعاودوا في في في, في تراخ ماشي تراخيص تصاميم، كنبدلوا شي حاجه باقي لي زارشيتيكت يديروا ديرينهم بين بعضياتهم. وقيل جاني الشك، ملي جاني الشك سولت، ملي سولت لقيت ان التيتر ماشي في سميتهم. التيتر اللي باعوا لي في ديك التيران اللي غتبنى عليه ديك الاقامه ماشي في سميتهم. ومن ثم بدات القضيه. بدات في الاول تقريبا انا دفعت لو 2 سبتمبر، في الاول ديال نوفمبر بديت معاهم في كما كنقولوا ديال سير واجي معاهم. في لو 23 نوفمبر بديت كنشات القضيه بان السيد نصب على الناس بزاف. انا غنبدا معاك من الكلمه الاخيره، ملي اكتشفتوا النصب الناس جيتي كتشوف السي عبد اللطيف مآسي ديال الناس اللي توفى لاشكاليات اللي كاين. واحد السيد يمكن ضحيته تشللات مشاكل كبيره، كيفاش شفتي هذيك الامور؟ هو في الصراحه كيحزفك كيبقى فيك الحال. اولا انت بعدا انا سالاري كتخدم على راسك، كتخدم على فلوس، كتجمع فلوس باش دير شي دويره. اي واحد كذب على كذاب. كاين لي نيفو سوسيال ديالنا في المغرب، اي واحد ما كيحلمش تكون عنده دار. كاع الناس بحال هكا. ولكن ملي كتشوف هاد الناس هادو اللي وصلوا للمشاكل، كاين الناس اللي طلقوا بعضياتهم على حساب هاد القضيه ديال باب دارنا، كاين الناس اللي تشلوا فعلا. كنشوف هاد الناس هادو، كاين الناس ما بقاوش كيجيو، كاين الناس اللي ولاو كيدخلوا يخرجوا في الهضره معانا. كاين الناس استاذ، واحد الاستاذ جامعي كان معنا كيدخل ويخرج في الهضره، داو لي حتى هو واحد لاسون كبيره. كاين الناس اللي ماتوا، راه كانوا في الاول في الوقفات ومن بعد ما بقاوش. علاش؟ الناس ماتوا. سي عبد اللطيف والله العظيم ما بقيتش ما نقول لك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا وحقائق تنشر لاول مره حول حيتيات قضيه موضوع باب دارنا، مشاهدينا الكرام السؤال المطروح في الموضوع اسباب ومسببات الواقعه النصب، كل من ساهم في الموضوع اشكاليات والضحيه في الاخير هم المغاربه. مشاهدينا الكرام القضاء الجالس هو سيد القرار في هذا الملف، لعل تتبع الحيتيات القضية وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص معاناة المغاربة في ملف باب دارنا. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.